بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. بنواصل تأملاتنا في دروس الحكمة من خلال مزمور 37، أحد مزامير داود النبي. وصلنا في الأسبوع الماضي للدرس رقم 5 عن الحكمة، النهاردة الدرس رقم 6. أقرأ الجزء الأول أو الفقرة الأولى في هذا المزمور: لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون، أو مثل العشب الأخضر يزبلون. اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الأرض ورع الأمانة، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، يخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة. انتظر الرب واصبر له، ولا تغر من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد. كف عن الغضب واترك السخط، ولا تغر لفعل الشر، لأن عاملي الشر يقطعون. والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض، بعد قليل لا يكون الشرير، تطلع في مكانه فلا يكون، أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في البداية أحب أننا أهنئكم بهذا اليوم 6 أكتوبر وتذكار انتصارات شهر أكتوبر في عام 1973. بالحقيقة كانت انتصارات أعطت درجة عالية جدا من الفخر والاعتزاز بمصر. انتصارات شهر أكتوبر 73 تمثل صفحة مجيدة في تاريخ مصر وفي تاريخ بلادنا وتاريخ قواتنا المسلحة. بعد انكسارات اللي حصلت في سنة 67 والمتاعب اللي عاشت فيها البلاد بعض السنين، ولكن بعد حوالي 6 سنوات قامت الحرب وبدأت مصر بخطة علمية وعسكرية محكمة، وكانت النتيجة ان مصر حققت البداية في الحصول على الأرض المحتلة رغم كل التحديات. والحقيقة انا عارف ان كتير من ابنائنا وبناتنا ما عصروش هذه الايام المجيدة في تاريخها، يعني سنة 73، لان احنا بنحتفل ب 48 سنة النهاردة، لكن هي كانت ايام فعلا ايام ارتفعت فيها هامة مصر بين كل الامم. وانا بدعو كل ابنائنا الشباب والشابات انهم يدرسوا ويقروا عن هذه الانتصارات المجيدة اللي جعلت مصر تتخلص من مما حدث في سنة 67 وتبدأ مشوار جديد في التنمية وفي الانفتاح. انا بهني كل شعبنا المصري، وبهني قواتنا المسلحة الباسلة، و كما هو معتاد هي دائما ترفع رأس مصر في كل معاركها وفي كل ما تمتد إليه أيديها. بهني جميع المسؤولين وبهني كل أبنائنا الشباب والشابات علشان يعرفوا قيمة وقدرة مصر اللي حصلت سنة 67 سنة 73 وامتدادا عبر كل السنين لغاية النهاردة ما بنشوف ما تبذله القوات المسلحة في مجالات الخدمة والتنمية والبناء والتعمير على أرض مصر كلها. تحية تقدير واعتزاز للجميع، وكل سنة وانتوا طيبين. الدرس السادس من دروس الحكمة، وأن الإنسان يصير حكيما، يقول كده في عدد 7: انتظر الرب واصبر له. انتظر الرب واصبر له. والحقيقة ده درس من الدروس المهمة جدا من دروس الحكمة. هو في عدد 7، لكن احنا حسب ترقيم الدروس يبقى الدرس رقم 6. بس برضو قبل ما ادخل في التأمل حوالين هذا الدرس، عايزك تاخد بالك
إن الدرس الأول بيتكرر كل شوية، لا تغر من الأشرار، ويجي هنا يقول لا تغر من الذي ينجح في طريقه من الرجل المجرم كايد، ويكررها بعد كده بحيث لا تغر لفعل الشر لأن عامل الشر يقطعون، لأن الدرس الأول هو المدخل للحكمة، عشان كده بيتكرر على مسامعنا. تعالى نقف ونتأمل في الدرس ده اللي هو الدرس السادس من دروس الحكمة اللي بيعلمها لنا داود النبي. انتظر الرب واصبر له، وأرجوك تحاول تدخل إلى أعماق الكلمتين دول، انتظر الرب واصبر له. الانتظار معناه أن الإنسان يصدق موعيد الله وينتظر أنه يتدخل، الله يتدخل والله يستجيب لصلواتنا ودعائنا. في مزمور 27 يعني قبل المزمور ده بعشر مزامير يقول كده، انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك، وانتظر الرب يعني حط كل ثقتك في ربنا، مش حتة من الثقة، مش تحط ثقتك وانت مهزوز، انتظر الرب. الله له مواعيد وله تدبيرات، وفضيلة الانتظار فضيلة قوية ان الانسان يتعلمها، والطبيعة بتعلمنا كده. الطبيعة نفسها لما بتحط بذرة لازم ننتظر وقت لغاية ما تطلع شجرة وتمد جذور وتطلع اوراق وتطلع ثمار وتطلع زهور. عشان كده فضيلة الانتظار هي فضيلة فيها التأني، فيها الصبر، فيها الاحتمال. ويمكن بتلاحظوا وياي ان اللي ما بيعرفش ينتظر تلاقيه دايما يقع في متاعب شديدة قوي، ويمكن احيان تسرعه يضيع عليه نعم كثيرة في حياته. هدي لك امثلة، تعالى كده مثلا نشوف ابراهيم ابو الاباء، وده في بداية العهد القديم، ازاي انه يتعرض ويقول له ربنا ابارك نسلك وابارك مباركيك، ونسلك يبقى زي رمل البحر وزي نجوم السماء، وهو لا ينجب. ازاي يعني الاثنين الحقيقتين دول يجوا يا بعض؟ ازاي دي عكس دي؟ ولكن انتظاره وفي الوقت المناسب تيجي سارة زوجته تحبل وتلد ابن الموعد، حتى التعبير بتاعه جميل، ابن الموعد، وتتحقق المواعيد في وقتها، لأن التوقيت والمواقيت عند الله غير مواقيتنا احنا. احنا بنفكر بعقولنا الضيقة. مثال آخر، رحيل ما استفادتش من جدتها سارة، ورحيل كررت نفس الغلط وقالت لزوجها يتجوز من الجارية عشان ينجب نسل ينسب له أو ينسب لها. لكن في الوقت المناسب الله يفتح رحمها ويعطيها ابنا يوسف، اللي يوسف صنع عجائب بعد كده في مصر، ويوسف المشهور، الشخصية المشهورة في العهد القديم. ده أنا عايز أقول لك بقى، مش الانتظار عند البشر، عايز أقول لك الانتظار عند الله نفسه من أجل الخطاة. الله ينتظر الخاطئ إلى أن يتوب. يمكن تفتكر وياي في مثل الزوان والحنطة. الزوان ده نبات ضار وسام، الحنطة ده نبات مغذي وطعام. لما حارس الأرض واللي بيزرع الأرض شاف الاثنين، فراح لصاحب الأرض وقال له، صاحب الحقل قال له أروح أزحب أنزع الزوان، لأن إنسان شرير زعر زوان. فكان الرد قال له إيه؟ دعهما ينميان معا. ده في النبات. تعال بقى في
المعنى الروحي كده، إن الله ينتظر توبة الخطاة، ينتظر، حطها بين قوسين. اسمع كده في أشعياء 5 يقول إيه: والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا، احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ اعطيته فرصة أن يقدم عنب الكرم ده اللي هو حديقة أو مزرعة العنب، أن يطلع حاجة جيدة، لكن للأسف طلع حاجة رديئة. الله أعطاه الفرصة. نفس الكلام، الله أعطى فرص كتيرة للشعب في العهد القديم عشان يتوبوا، ولكن كان شعب متمرد وغليظ الرقبة. يقول: لقد أخرجتهم من أرض مصر. ولما موسى النبي تأخر شوية على الجبل في أثناء لوحي الشريعة، نسمع أنهم عملوا عجل من ذهب، وهذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر، ولم ينتظروا نزول موسى من الجبل. مع أن الله ينتظر ويعطيهم فرصة، ولكنهم لا يستغلوا الفرصة، وما زال الله يعطي الفرصة. الله انتظر توبة شاول الترسوسي حتى صار بولس الرسول. الله انتظر توبة أغسطينوس حتى صار القديس ابن الدموع أغسطينوس. الله ينتظر توبة موسى الأسود، وكان إنسانا مجرما، حتى صار قديسا وأبا الرهبان. الله ينتظر توبة الخطاة في كل مكان وفي كل زمان. الله ينتظر توبة الإنسان وينتظر توبتك أيضا، ومن هذه التوبة يمكن أن تصير قديسا. انتظار الله ده، حتى نقرأ في كتب التاريخ عن إريانوس وكان طاغية. وإريانوس ده والي إنسنا، نسمع أنه الله ينتظر توبته وفعلا يتوب ويموت قديس. يمكن أجمل صور الانتظار في الكتاب المقدس سورة الابن الضال. الابن طلب ما يخصه من مال، واعتبر أبوه في عداد الأموات، وأبوه ضروري نصحه مرة واثنين وثلاثة، لكن الولد أصر، وأبوه أعطاه نصيبه، وخد نصيبه وخرج وهو يعتبر أن بيت أبيه هو السجن، وانطلق من السجن وخرج بقى فرحان انه ايه انطلق الى الحرية، ويخرج ويمشي ويعيش والدنيا تتغير، وبعد ما كان معزز مكرم يصير في احتياج وفي فقر، وفي لحظة يقظة يفوت ويصحى ويقول: ايه اللي انا بعمله في نفسي ده؟ ويصحى الابن الضال: أقوم الآن وأذهب إلى أبي. وكلنا بنحب القصة دهية. وأنا تهيأ لي أن أبوه اللي كسر قلبه هو خارج من البيت، أبوه ظل يوميا ينتظره، وأعتقد أنه كان ينتظره ببكاء وبدموع، وأعتقد أن البكاء والدموع جعلوا عينيه بقت مليانة بهذه الدموع على طول. ومع شيخوخته يمكن كان رؤيته يبقى فيها صعوبة شوية، ولكن كان ينتظر. ويوم ما لمح ملامح ابنه انه راجع، انا عايز اقول لك الفرحة اللي كانت في قلبه واحضانه المفتوحة، وهو بيقبل ابنه وهو في هذه الحالة الرضية، ويقبله ويرجعوا لكرامته والمكانته والعظمته والسلطانه جوه البيت. الله ينتظر توبة الخطاة. يمكن السؤال المهم دلوقتي: ايه هي اهمية الانتظار
في حياة الإنسان. ما هي درس الحكمة ده بيقول لك انتظر الرب واصبر له. انتظر الرب. عايز أقول لك بعض الفوائد. أول حاجة إن بالانتظار ننال المواعيد. بالانتظار ينال المواعيد. شوف كده أرميا النبي يقول إيه؟ جيد أن ينتظر الإنسان الرب ويتوقع بسكوت خلاص الرب. جيد أن ينتظر الإنسان الرب ويتوقع بسكوت خلاص الرب. حلو إن الواحد ينتظر. حلو. وزي ما قلت لك الطبيعة بتعلمنا الانتظار. ده يقول لك اللي بيزرع بذرة النخلة ما يأكلش من ثمرها إلا بعد 20 سنة. هو نبات معمر. لكن يحط البذرة مش هتجيب السنة دي ولا السنة الجاية. تجيب بعد 20 سنة. وبعض النباتات نباتات الفاكهة تجيب ثمار مش كل سنة زي التانية. ولازم بعد ما تزرع تقعد فترة في الأرض لغاية ما يشتد قوامها وبعد سنين ممكن تبتدي أول ثمر. الانتظار يعلم الإنسان نوال المواعيد. إن الميعاد في موعد أنت هتاخده، في وعد أنت خدته، انتظر. ولما وعد ربنا موسى وقال لهم يرسون الأرض قال لهم إيه؟ إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم فنزلت لأنقذهم وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة واسعة إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، زي في سفر الخروج عدد 3. ويحررهم من أيد فرعون ويقول لهم كده على الموعد مع يشوع: تعلمون بكل قلوبكم وكل أنفسكم أنه لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب، لم تسقط منه كلمة واحدة. ده يشوع في سفر يشوع إصحاح 23 بيخاطب الشعب إنه كل كلمة قالها ربنا اتحققت، بس اصبروا، انتظر انتظر. ولأن اللي بيوعد واللي بيتكلم هو الله فحط كل ثقتك. الله له مواقيت. حاجة تانية بنتعلمها لما نكون عايزين نتعلم أهمية الانتظار في حياتنا، إن الانتظار يهزم الشياطين. الانتصار يهزم الشياطين. قديس أبا أنطونيوس أب جميع الرهبان في بداية حياته وبداية انطلاقاته البرية، وانتقل للبرية على مراحل، في بداية انتقاله وجهاده في السنوات الطويلة كان عدو الخير الشيطان بيحاول يوقعه، ولكنه كان بينتصر بمعونة الله. ونسمع مثلا عن القديس إيسيزوروس وقدامه موسى، موسى الأسود اللي كان إنسان بعيد وشرير وكان يشجعه أنه يقف ضد الشيطان، والشيطان عمال يشده، ما هي حرب، عمال يشده ويرجعه لطريق الخطأ تاني. لكن القديس إيسيزوروس شدده وقواه، وبالصبر والانتظار استطاع أنه يحوله من إنسان شرير إلى إنسان قديس. نهزم الشياطين. ما العبرة بالنهاية، نهاية أمر خير من بدايته. عدو الخير هيحارب، أيوة بيحارب ويحاول يوقع الإنسان. أنت بفضيلة الانتظار تنال الموعد، بفضيلة الانتظار أنك تهزم الشيطان وتبقى واقف على أرض السبت، لكن كمان بفضيلة الانتظار أنت بتقدر تعالج ضعف اسمه التسرع. دايما الإنسان المتسرع بيبقى التسرع ده له نتيجة وخيمة على الإنسان. ومن أحد العبارات الجميلة يقول لك: السرعة ضارة في كل شيء إلا شيء واحد، هو التوبة.
السرعة ضارة في كل شيء. أي حاجة تعمل بسرعة، لو الأكل تعمل بسرعة يبقى مش كويس. لو الإنسان مشى في الطريق بسرعة في خطر على حياته. لو طالب أجاب في الامتحان بسرعة تقع منه حاجات. إلا التوبة. التوبة ما دام قرر يتوب زي الابن الضال يقوم ويروح ويقدم التوبة على طول. بنعالج التسرع. أحيانا الواحد يقول إيه لما يقول قرار أو يقول كلمة صعبة لحد في وقت غضب ولا حاجة، يقول هو عقلك كان فين؟ عقلك كان فين لما قلت الكلمة ده هي أو خدت القرار ده؟ التسرع. عشان كده عدو الخير هو اللي بيدفع الإنسان إنه يقع في التسرع. أحيانا مثلا لما يكون الإنسان هيبتدي يكون أسرة ونشأت علاقة بين هو وهي، لكن الأسرة الكبيرة أحيانا شايفة أن في خطأ ما في هذه العلاقة، أن ما فيش تكافؤ في هذه العلاقة، أو أن المشروع ده لن يكلل بالنجاح، أو في شك في نجاحه، أو في تسرع. أحيانا بعض البيوت بتتسرع جدا في الارتباط، أو أحيانا بعض أبنائنا اللي عايشين برا عايز يرتبط بإنسانة شافها في أسبوع وارتبط بيها، التسرع، وبعد شوية تظهر مشكلات. أنا فاكر عبارة من العبارات الجميلة اللي كانت تتقال، أعتقد كان بيقولها البابا كيرلس، يقول لك لا تزم ولا تشكر قبل سنة وست أشهر. لا تزم ولا تشكر، يعني ما تديش رأي قبل ما تعرف الشخص اللي قدامك لمدة سنة وست أشهر. دايما نقول مثلا في الخطوبة سنة، تزيد كمان ست أشهر حلو، لو قلت شهرين ثلاثة ويعني في معرفة كاملة كويس، لكن التسرع خد بالك ممكن يجيب نتيجة خاطئة في الإنسان. يمكن من المندفعين اللي بنقرأ عنهم في الكتاب المقدس هو بطرس الرسول، كان دايما يندفع على طول، يعني شخصيته كده. وجه كده وقت الصليب وأظهر نوع من العظمة، فقال كده للمسيح: يا رب إن ترك الجميع، إن تركك الجميع أنا لا أتركك، لا أنكرك. ما هي إلا ساعات قليلة، أيام قليلة، ونسمع كده المسيح يقول له قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات، ونسمع أن بطرس الرسول ينكر المسيح أمام جارية: أنت كنت معهم؟ قال لا، أنا ما كنتش مع حد. فين الشطارة؟ فين تسرعك؟ فين اندفاعك؟ ولما يقطع أذن عبد رئيس الكهنة في تسرع وقت الصليب، لكن يبدو أن القديس بطرس تعلم الدرس جيدا وعرف أن التسرع ده بيضيع منه حاجات كتيرة خالص، علشان كده ابتدى يتمرن ويتمرس على فضيلة الانتظار. نسمع كده بعد حلول الروح القدس وبعد ما قال الخطاب الشهير بتاعه والعزة بتاعته بتاعت يوم الخمسين، وابتدى بقى الكرازة والخدمة، نسمع انه كان شخص ملتزم، وان التسرع والاندفاعية بتاعته ده هي راحت منه، وبقى شخص ناجح في خدمته جيدة. طيب يجي السؤال بقى قدامنا، درس الحكمة: انتظر الرب واصبر له. انتظر الرب واصبر له. يمكن السؤال دلوقتي اللي ممكن نسأله علشان يبقى الكلام ياخد صورة عملية: كيف يقتني الإنسان الانتظار؟ ازاي الواحد يتعلم طولة البال؟ طبعا دي حاجة في التربية بنتعلمها، وحاجة في معاملات بابا وماما في كل أسرة، وازاي ان يبقى الإنسان عنده أحلام وعنده رجاء في المستقبل في حاجات كتير، لكن عنده كمان الانتظار ازاي. فالحاجات دي كلها بتعلم الإنسان، لكن برضو هرجع وأقول لك السؤال: كيف
نقتني الانتظار أو فضيلة الانتظار. أول حاجة أحطها قدامك هي من خلال الإيمان في مواعيد الله. لما بتقرأ الكتاب المقدس بتتقابل مع مواعيد ووعود، حط إيمانك في هذه الوعود وهذه المواعيد. والإنسان لما بيتمتع بفضيلة الانتظار دي بتبقى قوة، يقدر ينتظر عمل الله. وزي ما قلت لك في الآية الأولانية، وحبك انك تحطها قدامك دي في مزمور 27:14، انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. زي ما قلت لك في مرات سابقة ان داود النبي كاتب المزمور من خلال اختبارات حية، من خلال حاجة عاشها، من خلال حاجة. طبعا كلنا عارفين قصة داود وما تعرض له، وازاي ان شاول في وقت من الاوقات كان بيقاومه ويضطهده، كل ده ازاي كل ما تعرض له من متاعب. لكن هو فهم الفضيلة تمام، فضيلة الانتظار، وعرف وفي يوم من الايام صار ملكا على داود، واسمه بيذكر لغاية النهاردة. احنا في كل قداس لما نيجي نصلي انجيل القداس، وده من العهد الجديد، نقرأ ونصلي مزمور من العهد القديم في كل مرة. فيش انجيل بنقرأ من غير مزمور يسبقه، ونقول كده على المسيح ابن داود. شوف الترابط، فضيلة الانتظار. نفس أبرار العهد القديم انتظروا مجيء المسيح. داود قبل المسيح مثلا بألف سنة كان ينتظر الرب، ينتظر الخلاص، ينتظر عمل الصليب. فأول حاجة تحطها في بالك عشان تقتني فضيلة الانتظار، أن يكون عندك الإيمان الكامل. يمكن نفتكر كلنا قصة أبي مالك ونعمة. يهاجر إلى بلاد مؤاب ويترك وطنه اللي هو اليهودية بسبب المجاعة، ولم ينتظر إلى أن يحل الرب هذه المجاعة ويرفعها عن الشعب. ضعف إيمانه بأن الله قادر أن يعوله وسط المجاعة. لكن في وسط المشكلة دهيت كلها، أبي مالك يموت في سن صغيرة فتترمي النعمة، وعنده ابنين يموتوا فتترمل زوجتهم اللي منهم رعوس، ورعوس بقى ترجع لوطنها بصحبة اللي هو نعمة، ترجع لوطنها بصحبة زوج ابنها وتعيش هناك وتعيش بالإيمان. وكلنا عارفين قصة رعوس كيف كانت إنسانة أرملة وحمتها والمحبة اللي ما بينهم، وإزاي ربنا رتب لهم ظروف بعد كده وتصير رعوس في أعداد جدة للسيد المسيح. إيمانك هو اللي يدي لك هذا الانتظار، هو اللي علمك فضيلة الصبر وفضيلة الانتظار. الحاجة التانية إن أنت لازم تقتني نفسك بالصبر. المسيح خلصنا على الصليب، لكن نقتني نفوسنا بالصبر. اقتنوا أنفسكم بالصبر، بالصبر تقتنون أنفسكم. بالصبر إنسان اللي بيصبر، زي بالضبط كل أسرة هم بيربوا ولادهم وبناتهم، بتربي ابنك وبتصبر مع الابن الصغير لسه مولود ده، والطفل اللي عمره يوم، وقبل كده كانت الأم حامل فيه، عمال يتربى ويكبر يوم ورا يوم، وصبرين. والصبر ده هو من يوم إلى يوم ومن سنة لسنة، والنهاردة في سنة أولى وبعد كده في سنة تانية، ونكبر ونخلص مرحلة ونروح المرحلة اللي بعدها، ونكبر ونوصل للجامعة ونتخرج من رحلة التربية. عشان كده
يقول لنا بعض العبارات في إنجيل لوقا، يقول لك لابد أن يثمر بالصبر، لابد أن يثمر بالصبر، ويقول امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. صبر الإنسان فضيلة رائعة في حياته، والصبر ده لما بيصاحب الإنسان زي ما قال لنا بولس الرسول، قدموا في إيمانكم فضيلة، في الفضيلة معرفة، في المعرفة تقوى، تقوى صبر. الإنسان يكون إنسان صابر، وانتظار الرب انتظار مهم جدا. ما تنساش مثلا بني إسرائيل في العهد القديم لما موسى طلع على الجبل زي ما قلنا، مرضوش ينتظروا، مرضوش يصبروا لغاية ما ينزل، فابتدوا يعملوا العجل ويعتبروه هو مكان وهو العبادة بتاعتهم. قد كده؟ طب استنوا لما موسى ينزل من الجبل. لا، ما استنوش. عشان كده زي ما بقول لك، التسرع في خطأ وفي خطية. داود النبي نفسه اللي بيتكلم كتير عن الانتظار هنا، ومحاربات شاول الملك له، وشاول ما تفهمش كان ليه غيران منه وليه بيحاربه. داود النبي يقول هنا انتظر الرب واصبر له، وده درس من الدروس القوية خالص في موضوع الحكمة. انتظر الرب واصبر له، الإنسان الحكيم يصبر. كانوا زمان يقولوا على الإنسان الحكيم، ما ينفعش الإنسان حكيم إلا ما يكون شعره أبيض، شعر رأسه أبيض. ليه؟ يقول لك أصل ده يكون بقى شيخ من الشيوخ، تمرس في الحياة. لكن في العهد الجديد اللي هو أقنوم الحكمة ويانا وساكن فينا، ممكن أن يجعل الإنسان حكيما حتى لو كان سنه صغير. بالسن الصغير، مش الحكاية بالشعر الأبيض. قلت لك نقتني فضيلة الانتظار خلال الإيمان في مواعيد الله، من خلال الصبر في هذه المواعيد وتاخد وقتها، ونمرة ثلاثة بالحكمة. تقول احنا مش بنتكلم في دروس الحكمة؟ قلت لك كل مرة تمارس عملا في حكمة انت بتقتني الصبر. كلنا بنفتكر سليمان الحكيم. سليمان الحكيم اعطاها الله حكمة وفهما كثيرا جدا. يقول لك كده اعطاها الرب رحبة قلب، رحبة يعني رحب واسع، رحبة قلب كالرملة الذي على شاطئ البحر، وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع البشر. دي في سفر الملوك الأول إصحاح 4. رحبة قلب ليه؟ كان بيقدر يحل المشاكل بالحكمة وبالصبر وبطول الأناة وإنه يفكر. فمن الصفات الجميلة انك لما بتواجه موقف من المواقف ازاي تدي فرصة تفكير، فرصة صلاة، فرصة مشورة، فرصة صبر، فرصة انتظار، فرصة تعطيها لله لكي ما يعمل معك. في واحد دايما مستعجل في كل حاجة، عشان كده درس الحكمة ده درس مهم جدا، وهو انتظر الرب واصبر له. يبقى لو تشوف كده الدروس ورا بعضها، لا تغر من الأشرار، اتكل على الرب، اسكن الأرض، ارعى الأمانة، تلذذ بالرب، انتظر الرب واصبر له. وزي ما قلت لك في بداية الحديث انه بيكرر كلمة لا تغر، اللي هو الدرس الاول، ما تغرش من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد. الصبر والانتظار فضيلة ودرس من دروس الحكمة، ومش ممكن الانسان يكون حكيم وهو متسرع، ما يكونش الاثنين ويا بعض. الحكمة
تحتاج وقت وتحتاج إيمان وتحتاج إن الإنسان يكون صابر وإن الإنسان يفكر جيدا وإن الإنسان يعرف. وعايز ألفت نظرك إن الدروس دي مرتبطة ببعضها، يعني ما تاخدش درس منهم وتعتبره هو ده درس الحكمة الوحيد. الدروس دي كلها بتسند بعضها، احنا بنبني كيان الحكمة في حياة الإنسان زي ما بيعلمه لنا داود النبي. الدرس ده درس مهم، وأرجو أنك تطالع المزمور باستمرار وأنك تراجع الدروس اللي احنا خدناها قبل كده، ويعطينا الله تأملات في الأسابيع القادمة علشان يتكون عندك منهج كامل، منهج الحكمة الكامل في حياة الإنسان. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.